مش هيشتغل تاني وتحت الإقامة الجبرية، محمد الباز يثير الجدل بشأن عادل إمام. كتير بيشوفوه إن عراب الكوميديا العربية وصانع البهجة طول الوقت، ده كفاية أول لما تشوفه بس كده وشك بيبتسم، الكل عارفه بلقب الزعيم، ومين هيكون غيره زعيم في مصر والوطن العربي؟ هو الفنان الكبير عادل إمام اللي عنده 83 سنة واللي قدم أكتر من 126 فيلم و16 مسلسل و11 مسرحية ومسلسل إذاعي واحد. لكن زي ما الحكمة بتقول إن لبدنك عليك حق، فكم من الطبيعي واحد زي عادل إمام في الثمانينات من عمره إنه ياخد راحة، لكن شريحة كبيرة من جمهور الزعيم مش راضية عن ده، وعشان كده طول الوقت الشائعات بتحوم حواليه، مرة حوالين موته ومرة تانية حوالين اعتزاله الفن، وده اللي اتكرر في الساعات الأخيرة. فالإعلامي محمد الباز المفاجأة عن حياة الزعيم في برنامجه آخر النهار اللي بيتم إذاعته على قناة النهار، إن الفنان الكبير عادل إمام خلاص مش هيرجع يشتغل تاني، ودلوقتي محطوط في الإقامة الجبرية، وأخوه قال إن لو ما اعتزلش ممكن يعتزل إجباري عشان ظروفه الصحية، وعشان كده ولاده محافظين عليه بكل اللي يقدروا عليه، علشان حالته الصحية اللي مش بتسمح إنه يخرج ولا يروح ولا يجي ولا يقف قدام الكاميرا. ومش بس كده، ده محمد الباز وجه رسالة للي عمالين كل شوية يروجوا الشائعات، وقال إن عائلة الفنان عادل إمام بتقول إنه قاعد في البيت، انتوا مالكم ماله؟ الواقع بيقول إن عادل إمام أنهى مسيرة العمل الفني باعتزال إجباري، ودي سنة الحياة لأن عمره عدى 83، ولازم الناس تسيب الزعيم عادل إمام يستمتع بأواخر أيامه، وقال إن عادل إمام بيعتبر واحد من الأيقونات المهمة في حياة الناس كلها، وإن في أخبار حوالين وفاته اتقالت ببعض الحسابات السوشيال ميديا. وقال الباز ان الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نفى كل الاخبار واكد ان عادل امام بصحة جيدة وبخير، لو حصل اي تدهور في حالة الزعيم وفي موت هيتم الاعلان عنه بشكل رسمي. والباز ما اكتفاش بكده، ده قال لمروج شائعات الوفاة للفنان عادل امام خليكوا في حالكوا، واكد ان العائلة اكدت ان عادل امام بخير وقاعد في البيت، وان عادل امام اعتزل العمل الفني بشكل اضطراري، وده بناء على الظروف الصحية بسبب سنه واللي تجاوز 83 سنة. الملفت في الشائعات دي اللي بتحوم حوالين عادل إمام إنها مش بتقف، رغم إن نقابة المهن التمثيلية كل شوية بتنفي اللي بيتقال، ده غير إن أحيانا كتير مروجين الشائعات دول بيقعدوا يزايدوا على مرض الزعيم، زي إنه محتاج الدعاء عشان في مراحل حياته الأخيرة. الفنان الكبير عادل إمام غاب عن التواجد الفني من عرض آخر مسلسلاته فالنتينو سنة 2020 اللي كان من تأليف أيمن بهجة قمر وإخراج رامي إمام، وشارك في بطولته دلال عبد العزيز وحمدي المرغني وسليمان عيد. قلنا أكتر عمل فني بتحبه للزعيم.